خيك نسميوها تريك حصريه 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 هذه ما عمرها خرجت. يلا اسمعوني مزيان واسمعوا مزيان باش تعرفوا باللي فهمتي، ولكن انا هذه مستعد نضحي بها فهمتي، ما كيشكلش ليها مشكل. شي شي دير حتى شي كويس فهمتي، شي كويس شي شي طاش شي حاجه عندك في الدار تحطها في اي بي ديالك ياك، تحطها في اي بي ديالك اوكي، ومن بعد الا حطيتيها في اي بي ديالك دابا يقدر يعني كيكون واحد الاحتمال انه اي بي تفيريفيك تقول اه جا فلان ديك الطاسه، ديك الطاسه فهمتي ديك الكاس من اين لك هذا، اه مزيان لا لا اي بي واش بغيتي تجي تعرفيني منين جاني الكاس، ها هو السيده ديال الدار، ها هو سيدي وهي الكارت ديدونتيتي ديالي حداه فهمتي فوالا. من بعد بالنسبه للاخوان نعلق على واحد النقطه مهمه جدا، مؤخرا تسرب الكورس ديالي اوكي، تسرب الكورس ديالي على اليوتيوب حيت داير البوز بزاف وكل شيء كيدوا عليه فهمتي، ودايرين البوز على الجد فهمتي، الميساجات مابقيتش كنكونترولي وكذا، والجروبات ونايضه فلان ايكو مليون اي باي اوروبا فهمتي، وفعلا اي باي اوروبا خيره كنحتلوها دابا، راه جاري الاحتلال، راه كطابي شي برودوي في امازون في اي باي اف ار شي واحد في ايكو مليون ضروري فهمتي، ودايرين البوز فهمتي، ودايرين البوز وبعدا بالمناسبه قريبين المليون المليون برودكت وقريبا المليون دولار كومبيني فهمتي، المليون دولار كاملين جروب ايكو مليون الجروب ديال ايكو مليون كاملو، ودابا دوزنا هزينا لبرا ال 5 مليون ان شاء الله 5 مليون دولار وغادي نوصلها ان شاء الله، حيت علاش اخي فهمتي انا داك البلان ديالي هو 30 واحد عندي في ايكو مليون 30 ستور يديروا كاملين 500 دولار في النهار، هز ديك 500 دولار في النهار ضربها في 30 راه تعطيك واحد 15 مليون ولا ما عرفت شحال، هزا ضربها في 30 يوم تعطيك واحد الاماونت واحد البركه في الشهر 15000، اه هزا ضربها في العام تعطيك واحد 5 مليون 50 مليون مغربيه، ها تعطيك واحد 5 مليون دولار اير، انا باغي نكون داك ورا داك الشيفر الكبير ورا اي بي فهمتي، ورا اي بي فهمتي، وهاد القضيه هاد الكورس هذا تسرب نرجع ليه اوكي، هاد الكورس هذا تسرب الاخوان، السر ماشي هو الكورس، السر هو الكوتشينغ، راه اقسم لكم بالله العلي العظيم حتى كندوي في الكوتشينغ حيت الكوتشينغ كيكون عندي من 19 حتى المهم كنبدا 19 مع الناس ديالي، والله الاخوان الا كندوي حتى دي فوا واحد المره في الفطور راه ديك المقاتله اللي كندير مع الناس ديال ايكو مليون، حيت اخويا الناس ديال ايكو مليون راه الا نجحوا انا غادي ننجح، وهذه ما كيفهمهاش بنات حتى في الفطور، راه الناس اللي كيعرفوني في ايكومينيو غادي يعلقوا هنا وغادي يعرفوا داكشي اللي كندير مع الناس ديال ايكومينيو، كنكون كنغوت حتى القرجوطه ديالي كتخرج فهمتي، حتى حيت اخويا راه ماشي فورماسيون، راه ماشي كنبيع الفورماسيون، راه الا بغيت نسد هادشي نسدو فهمتي، راه ماشي كنبيع الفورماسيون بلا ما كيتسحب لي كنبيع الفورماسيون، راه ماشي كنبيع، ماشي عندي في الفورماسيون، راه كنبين السطور ديالي في لي لايف، كنبين 600 دولار في النهار، كنبين 500 دولار بروفي في النهار، راه ماشي الفورماسيون، ولكن اخي داكشي داير بحال واحد السكريت جروب مجموع فهمتي، واحد السكريت جروب مجموع همي هاد الناس كاملين 500 دولار في النهار، هذا هو همي، وبلا ما كيتسحاب ليه باللي الكورس هو السكريت، ناري وتسمع شنو كيتعاود في الكوتشينغ، خلي عليك ربط باي بال معاك وخلي عليك لوح الطاسه ولا لوح الكاس وخلي عليك، والله العظيم الخيال العلمي راه الناس كاينه هنا وعارف شنو كاين فهمتي، باش نقول ديال الناس اللي كيسولوا كيفاش ندخل، المهم القضيه ديال كيفاش تدخل لي كومينيون، المهم القضيه ولات صعيبه عليا فهمتي، بنادم كثير بزاف 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 بزاف، انا ما فهمتي انا راه الفيجن ديالي لون تيرم، راه كندوي ديما على لون تيرم، يعني انا هاد الناس هاد النصارى كون بغيت نبيع ليهم في الاول راه كنخدم مع بنادم من 2018 12، واش كاين عمر كاين شي فورماسيون دامت سنين ولا فين عمر شي فورماسيون دامت عام الاخوان باش تقولوا لي تسرب الكورس، او كاع تسرب راه ماشي الكورس، راه الكوتشين فاش كيتقالوا الاسرار، راه السويفي راه الوان تو وان، راه داك الكوتشين فاش كيتقالوا الاسرار، فين عمر شي كورس دام عامين راه من 2018 12، يعني كون بغيت انا ندير ديك القضيه ديال نبيع الكورس النصارى ديالي ونصيفطهم راه كنت درتها شحال هادي، ولكن اخي شديتهم قلت لها سيلين جلسي بيير جلس غيشا جلس فالونتا جلستهم كاملين قلت لهم اجيو يلا الخدمه
زيد انت هكا انت دير هكا والكوتشينغ والسكريتس كنعطيهم السكريتس باش يخدموا زيد 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 حتى طلعوا كاملين فهمتي طلعوا كاملين المهم باش نقول بلي راه الكورس ماشي هو السكريت ديالي فهمتي راه اعمق شي حاجه اعمق من الكورس يعني اخويا الا عندك ذاك الكورس سير قاعد تفرج فيه او دي سيرو اليوتيوب كاملين ديروا اي كوميونيو وتفرجوا في ذاك الكورس كاملين فهمتي والله الله يسهل فهمتي ولكن كون على يقين بلي اقسم لك بالله العلي العظيم الا راه ماشي هذاك هو السكريت راه السكريت ماشي هو هذاك راه النجاح ماشي تما السكريت ماشي هو هذاك الا كتشوف هاد الناس ناجحين بزاف راه الكوتشينغ اللي كاين تما راه ديك الخدمه اللي كندير ايفري داي فهمتي المهم باغي ان لا باغي ندوز هاد النقطه هادي فهمتي حيت انا عرفتي اش كنت باين داير والله الا كنت باين سوايبي والله ملي تسرب كنت باين سوايبي في يوتيوب كنت باين سوايبي فهمتي كنت باين سوايبي سوايبي بنادم نقول لهم هاكو هاكو هاد الفري كورس فهمتي ولكن صافي قلت خلي داكشي هو دابا راني طرب حيال سوايبي تو راه 300 واحد تقريبا اللي كيتفرج فينا فهمتي السي محمد بوكرين تحياتي باش ندير باش نكملو باش داري بارطاجيو اللايف باش تعمل الفائده بارطاجيو اللايف الاخوان بعدا بالمناسبه السي مصطفى الحريم او الانستغرام ديالو دخلوا ديروا لي فولو شكرا دخلوا ديروا لي فولو راه الدركي فهمتي الدركي يدير الدركي يدير لي لايف مع كيستاد في الناس في سميتو في جامع الدومينات وبالتالي غتستافدوا معاه الناس اللي جايين عند السي مصطفى الحريم سفيان عربي دخلوا ديروا فولو المهم واحد الدري جاهر شويه فهمتي جاهر هذا هو تعرفوا عليه اكثر ستوريات وفاه الله يحفظك الو باش ندوزو انا حليت انا دابا حليت قديت الورقيه كيف كيقولوا باش ندوب العاميه قديت الورقيه عندي دابا عندي فين يدخلوا لي فلوس عندي ستور ديالي اغلبيه الناس كيروحوا في البرودكت هكذا البرودكت ياك وي البرودكت شوف انا الطريقه ديالي الطريقه ديالي كاع ما كنشوف بعدا ما كنعرفش البرودكت اللي كنبيع فهمتي ما عرفتش الا كان عندي هنا سيلز نقدر نبينها والثاني سيلز ما كنعرفش كاع البرودويات اللي كنبيع علاش حيت اصلا تلاوح ديال البرودكت خدام بالاوتوماتيك وخدام بالكثره وبعدا بالمناسبه دخلوا كاملين الانستغرام ديروا دي اس ام تول ديروا لهم فولو وصيفطوا لهم ميساج قول لهم ام كامين فروم سوفيليون ولا سفيان راه عارفني راه فهمتي راه كوربوريشن وعارفيني واول ستور تلينك مع دي اس ام تول كان هو السطور ديالي والسطور ديالي هو باش قادينا لي بوك فهمتي انا عاقل على دي اس ام تول شي ايامات كنتي ملي كتعطيها شي برودوي ديال امازون اخي اش كدير داك البرودوي ملي ديال امازون ملي كتلوحو ليك في اي باي كيترون التيتر ديالو كيترون فهمتي المهم دابا راه صافي راه بيستو ايفر دخلوا ديروا ليهم فولو ياك وقول لهم راه كامين فروم سوبينيون اوكي المهم باش نرجع لك القضيه ديال البرودكت حنا في ايكومينيون ما عندناش البرودكت سيليكشن ما عندناش ديك القضيه ديال انه لوينين برودكت هادي ما عندناش هادي كتعريف كنوسيون ككلمه وينين برودكت ما عندناش خدامين بالكاتيجوري كنسميها كاتيك حيت اخي حتى في القضيه عندي في الكوتشينغ كنسمي لي تريك فهمتي لي زاستيس والعيبات كنسميهم ما خرج هذا ما تريك كانت السر ديال الفيدباكس اللي طلعوا عند ستودنتس ديال شوف الا راه انا نعطيكم هاد التريك وتبان لكم واعره ولكن راه 1% من التريكس الاخرين اللي كاين في ايكومينيو ولكن انا هادي مستعد نضحي بها فهمتي ما كاينش بالعكس ما كيشكلش ليها مشكل خي كنستعملوا واحد التريك حصريه هادي ما عمرها خرجت يلا اسمعوني مزيان واسمعوا مزيان باش تعرفوا بلي فهمتي هاد التريك كيفاش دايره راك شايف امازون ملي كتصيفط شي برودوي تقدر تصيفط واحد الميساج ياك وي ملي كتشري شي برودوي عند شي واحد كيقولوا لك امازون اشنو هو داك الميساج كادو اللي غادي تقولوا لهاد الكليون هذا ياك تما اش كنكتبوا لهم فيه كنكتبوا لهم وكلشي كومينيو كلشي كيديرها بليز ليف اس ا فيدباك تو ليت اس نو ذات يور برودكت از ريسيفد اسمع مزيان راه ما قلتش بليز ليت اس ا بوزيتيف فيدباك راني ماشي طلاب ما كنطلبوش يعني زعما على خاطرك حيت هادشي اخويا راه داخل فيه الكومينيكاسيون داخل فيه كلشي فهمتي راه الفلوس هادو راه سيلز بيرسون فهمتي تعرف كيفاش تبيع وتعرف كيفاش تقنع فهمتي راه كيقولها سيمون لايف يعني داك الواحد اللي كيعرف كيفاش يقنع ويجلب لواحد ليه هو
فهمتي انا باغي نخلي ليها بوزيتيف فيدباك ولكن واش نقول ليه بليز ليت اس نو بوزيتيف فيدباك لا نقول ليها بليز ليت اس نو ا فيدباك تو ليت اس نو ذات البروداكت از ريسيفت تخيل خايش بنادم يعني كيصحاب ليه اللي كيشري عندنا كيصحاب ليه بلي خصو يخلي الفيدباك باش نعرفوا حنا بلي وصلوا للبروداكت ولكن حنا راه عارفين واش يوصلوا للبروداكت واش حنا ما عندناش تراكين نمبر راه عندنا تراكين نمبر وعندنا كلشي باش نعرفوا بلي راه البروداكت وصل ولكن بلا ما كيخلي لينا ريسيفت 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 غوسيو 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 زعما راه وصل البروداكت الا شفتي البوزيتيف فيدباكس ديالنا كاملين ريسيفت 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 هادي تريك ما عمرها خرجت واش شي واحد خرج عمرو خرج هاد التريك واش شي واحد عمرو سمع على هاد التريك والله ما كاينه هاي راه هادي هادي دابا راه 1% راه اخويا راه ايكو مليون راه طبق راه كيكه هي وهاد الكيكه كامل لا واحد نقدر نقول المقادير ديال واحد الكيكه وكاملين خدامين بنفس المقادير والحمد لله كاملين كتخرج لنا واحد الكيكه بنينه اللي يخليها لينا فهمتي اللي داهم الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم والحمد لله والشكر لله فهمتي يعني وهاد التريك هادي متى طحت عليها انا من 2018 فهمتي من 2018 خدام بها من 2018 هما الدراري كيقولوا الخطر حيت ما عمرهم سمعوا عليها فهمتي فين عمرك سمعتي على هاد التريك باش تقول لي الكورس الكورس كيفاش الكورس الكورس كوتشين اخويا فهمتي كوتشين اسرار سيكريت راه بنادم عرفتي بنادم الا مشيت تصيفط ليه ميساج وقلت ليه ادخل ايكو مليون راه كنشوف البروفايل ديالو اخي واش هذا ما غاديش يخرج ليه الاسرار واش هذا نثق فيه واش هذا كذا واش هذا كذا واش هذا كذا بعدا بالمناسبه الاخوان الناس اللي مهتم تدخل ايكو مليون يسكتوا لي ميساج يديروا ليها مهتم زايد ايكو مليون وشوف عارف بلي ما كنجاوبش على الميساجات راه قد هكا فهمتي راه من ناحيه ما حيلتي السيلز ما حيلتي الايكوم السيلز ديال الايكوم مليون ما حيلتي الايكوم مليون بغا بنادم يدخل ما حيلتي فهمتي يعني تسنى خي ولا تصيفط لك ميساج وتجاوب لك واحد الدري قال شي لي يضحكني فهمتي الا تجاوب لك عرف راسك بلي راك محظوظ انا كتدخل الايكوم مليون عرف راسك بلي راه عندك واحد الحظ الا تجاوب لك راه ما تجاوبش 1000 واحد ولا ما عرفتش شحال فهمتي ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه سبسكرايب لايك كومنت فيفورت